أحبها من كل روحي ودمي، مصر التي في خاطري وفي فمي. أحبها من كل روحي ودمي، يا ليت كل مؤمن بعز لا يحبها. حبي لها بل الحما شديدا. نحييكم من جديد وما زلنا معكم، ونؤكد من جديد أيضا أنه أجمل وأغلى هدية ربما قدمت للشعب المصري مع بدايات العام الجديد عام 2014 الذي نستعد لاستقباله بعد أيام، هي الإخوان جماعة إرهابية. هذا الإعلان من قبل مجلس الوزراء حقق تطلعات الكثيرين في أنه هذا الإعلان يكون بمثابة المسمار الأخير في نعش الجماعة. الإعلان ليس كافيا، لابد أن يستتبعه خطوات قانونية وسياسية ودبلوماسية لكي نعلن جميعا دق المسمار الأخير في نعش الإخوان. هذا الذي يحدث في سيناء ردا على هذا الانقلاب العسكري يتوقف في الثانية التي يعلن فيها عبد الفتاح السيسي أنه تراجع عن هذا الانقلاب وأنه صحح الوضع ورده لأهله. أنا بنذرك رجع الأمور لنصابها، وإلا هتلاقي الجموع دي كلها هتفجر مصر. We'll be right back.
شكرا للزميلة رانيا عواري والزميل أحمد خيري على التقرير المهم اللي شفناه اللي بيلخص مصايب الإخوان والعمليات الإرهابية التي قاموا بها. وبعد اللي احنا شايفينه ده مش عاوزين تحطوا الإخوان على قوائم الإرهاب، مش عاوزين تتعاملوا مع جماعة الإخوان على أنها جماعة إرهابية. شايفين كل الدماء التي سالت وكل البيوت التي تحطمت وكل الممتلكات التي تهدمت وكل المنشآت اللي تم إشعال النار فيها والكنائس والمحلات والبيوت والقتل هنا وهناك. هذا المسلسل الدموي الهمجي ألم يكن كافيا لوضع الإخوان على قوائم الإرهاب؟ في كل الأحوال أن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي. جاءت الحكومة، المهم أنها جاءت وأعلنت الإخوان جماعة إرهابية. طيب بمناسبة القبض على الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة، قلنا نستعيد معاكم بالتأكيد وحشكوا تصريحات الدكتور هشام قنديل اللي كانت كلها تثير السخرية والضحك. هو ضحك أشبه بالبكاء كما قال المتنبي، لأن احنا في حالة معيشية سيئة، وقاعد يكلمنا عن أنه الأطفال بيجيلهم إسهال لأنهم بيرضعوا من ثدي الأم غير النظيف، وكمان أنه حل مشكلة الكهرباء بأنه الناس تقعد في أوضة واحدة أو أنه الناس تلبس قطن. يعني هذه الأفكار النيرة للدكتور هشام قنديل كانت كافية بإلقاء القبض عليه من زمان، لكن إلقاء القبض على هشام قنديل كان بسبب عدم تنفيذه حكم قضائي، وهو رئيس للحكومة، رئيس الحكومة ولا ينفذ حكما قضائيا. تعالوا نشوف ملخصا لبعض الأقوال الساخرة والطريفة التي كان يدلي بها دائما الدكتور هشام قنديل. في القرن 21 الأطفال بيجي لهم إسهال، البيبي اللي هو بيبي الوليد الرضيع بيجي له إسهال لأن أمه من الجهل، أمه بترضعه، يعني الأم بترضعه من الجهل إن هي لا تستطيع أن تقوم بالنظافة الشخصية لصدرها، حيث الجالد عادي بيجي له إسهال. إزاي نقدر ناخذ قرارات، ناخذ قرارات تكون قرارات مدروسة تأخذ في اعتبارها يعني ألا تقتل الدجاجة التي تبيض ذهبا؟ يعني هو ده الفكرة، يعني أنا عندي حاجة مفيدة أقدر أحافظ عليها، لكن لو حبيت أن أنا أستفيد منها أستفيد منها في الآخر. في ناس عندها تكييفات 6 و7 تكييفات في البيت، أنا عارف كده، في ناس عندها كده، في ناس عندها واحد، في ناس ما عندهاش خالص. اللي عنده 6 يعني حسه الوطني الوضع اللي احنا فيه دوت، بنرجو أن هو يعني الأسرة تجتمع على أوضة واحدة في تكييف واحد عشان نخفض الاستهلاك. لما تشغل التكييف على 25 درجة مئوية ويعني وترتدي ملابس قطنية الأمور هتبقى معقولة. الرجالة بيروحوا الجامع، الستات بينزلوا على الموقع. أنا بكلمش على حاجة من 50 سنة على الموقع، عشان أبقى صادق يعني في 2004 كانت قصة. الستات بينزلوا على الغيطان وبيغتصبوا في مصر على بعد 150 كيلو من القاهرة، على بعد 110-120 كيلو من القاهرة. اضحك وابكي مع الدكتور هشام قنديل، اضحك لأنه كلام يثير الضحك، ابكي لأنه رئيس حكومة يجب أن يزيل الأعباء المعيشية والاجتماعية عن الناس. ضحك أشبه بالبكاء. مراسلنا أحمد عبد الحليم الصحفي من فريق الإعداد هيقول لنا كيف تم القبض على هشام قنديل، خاصة أنه كان معاه أحد الأشخاص أيضا. من هو أحمد؟ أهلا بيك. اهلا بيك استاذ وائل. احمد، كيف تم القبض على الدكتور هشام قنديل ومين اللي كان معاه؟ استاذ وائل، كما ذكرت حضرتك ان الدكتور هشام قنديل امتنع عن تنفيذ حكم قضائي فات واجب النفاذ. الدكتور هشام قنديل حاول الهروب للسودان عن طريق احدى المناطق الجبليه، طريق مصر الفيوم، متوجها الى السودان. وقبل ما اقول لحضرتك مين اللي كان معاه، افادت المصادر الامنيه التي نرفض ذكر اسمها ان هروبه الى السودان كان ومنها الى تركيا او قطر، يعني من السودان هيطلع لتركيا او قطر.
وافادت المصادر الامنيه ان الطريقه اللي هرب بيها الدكتور هشام قنديل او اللي حاول يهرب بيها هي نفس الطريقه اللي حاول يهرب بيها صفوت حجازي. يبدو ان المهربين معروفين لجماعه الاخوان المسلمين واستطاعوا ان يصلوا اليهم، فهم نفس المجموعه التي حاولت ان تقوم بتهريب الدكتور صفوت حجازي من قبل. طيب كان مع مين بقى؟ عايز اقول لحضرتك كان بصحبه الدكتور هشام قنديل، هما كانوا في سيارتين، سياره خاصه بالدكتور هشام قنديل وسياره اخرى خاصه بمحمد البيلي محافظ الغربيه السابق، وده نائب مكتب الارشاد وهو المدير الاداري لمكتب جماعه الاخوان المسلمين. المصادر الامنيه افادت بان كان معهم ايضا ضياء فرحات، وضياء فرحات هو مسؤول البر والخدمات بجماعة الإخوان المسلمين، وتم القبض على الثلاثي اللي كانوا بصحبة الدكتور هشام قنديل. وتردد بقوة أستاذ وائل أن نفس الطريقة هي نفس الطريقة التي هرب بها عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى السودان ومنها إلى تركيا. عمرو دراج وصل إلى تركيا اليوم يعني. طيب. وصل تركيا بعد أن قام بنفس الطريقة الهروب من مناطق جبلية إلى السودان ومن السودان إلى تركيا، وذلك بعد الـ 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 الأجهزة الأمنية الكثيرة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في مطارات القاهرة والمطارات اللاذقية. أحمد عبد الحليم ألف شكر. يعني لم يكن أحد يتخيل هذه. في أول اجتماع أنا فاكر أول حينما جاء الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة فعمل اجتماع مع بعض الإعلاميين وبدأ يشكلنا، هو اللي يشكو، رئيس حكومة بيشكو، وحتى قال يعني أنا أبو البنات، أنا عندي خمس بنات، وبالتالي يعني أنا من الطبقة البسيطة جدا وبعيشهم زي أي بيت، وبالتالي هكون عندي مهموم بهموم الناس. وأنا فاكر كمان كنا اتفقنا معاه على حوار صحفي، وقبلها بيومين حصلت حادثة القطر فقلت حكومة قتلت الأطفال، فألغى الحوار تماما، قال إزاي تقول حكومة قتلت الأطفال وبعد كده أجيلك. ده دكتور هشام قنديل، ربما يعني البعض كان بيشوفه أنه أكثر هدوءا، وهو لا ينتمي تنظيميا للجماعة، لكنه كان مقربا بشدة من الرئيس المعزول محمد مرسي. وأنا قلت لكم قبل كده كان في حالة مصاهرة هتحدث بين ابن دكتور محمد مرسي و بنت الدكتور هشام قنديل، وجبت لكم خطاب من جهة سيادية هي اللي طلبت تأجيل ذلك، لأنه محمد مرسي مرتبط بعلاقة مصاهرة أيضا مع رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي، بنت محمد مرسي متجوزة ابن أحمد فهمي. فالجهة السيادية يعني حتى الناس كانوا بيشتغلوا أحيانا لمحمد مرسي، يعني أنه رئيس الدولة فبالتالي بيتعاونوا معاه، لأنه هو بيزعم انه لم يكن احد يتعاون معه، وقالوا له انه هيبقى الانطباع كده انك مناسب مجلس الشورى ومناسب الحكومة، وهو ده الحكم العائلي. ونصحوه بتأجيل هذا الزواج ابن محمد مرسي من بنت هشام قنديل، وفعلا قام بتأجيل هذا الزواج ولم يعلن عنه وفقا لنصيحة الجهة السيادية. هيبقى رئيس الجمهورية مناسب مجلس الشورى والحكومة. تعالوا نشوف وانا بنوع معاكم بعض الاخبار، يعني عشان حتى نشوف ما يحدث في محيطنا، ربما يهتم البعض بذلك وربما لا يهتم. في رجل اعمال جزائري مهم جدا اسمه عبد المؤمن الخليفة، وهو كان صاحب امبراطورية الخليفة الشهيرة، وصاحب اول شركات طيران في الجزائر خاصة، واول قناة تلفزيونية خاصة، واول بنوك خاصة. لندن سلمته اليوم للجزائر. في جزء يهمنا انه كمان ما احنا عايزين الناس تسلمنا، يعني لندن عمرها ما بتسلمنا حد، لكن سلموه للجزائر، وهو صاحب امبراطورية مالية ومحكوم عليه بالسجن مدى الحياة. السلطات الجزائرية وجهت له تهم النصب، وهو كان شهيرا بانه بالبزخ الشهير، وكان بيعمل حفلات كثيرة ومتعددة، وبيدخل في لعبة كرة القدم زي ما انتم شايفين مع الأندية الفرنسية كمدخل للشهرة، وبيعمل حفلات مع النجوم الفرنسيين صور ومعاهم، وكل النجوم الفنانين الفرنسيين يعني كانوا مدخل للشهرة. ودي امبراطورية الخليفة اللي سلمته
السلطات البريطانية للجزائر اليوم، وده اللي بيخلينا نقول احنا كمان عايزين الناس تسلمنا، مع انه بريطانيا ما بتسلمش خالص، يعني لا تسلم اي شخصية. ايضا في الاخبار المتنوعة في ثلاث مغنيات كانوا بيغنوا عاملين بوسي رايت، فرقة غنائية، وغنوا اغنية ضد بوتين وفي احدى الكنائس، وقام الرئيس الروسي بالافراج عنهن بعد القبض عليهن. طبعا دي التانية، ودول الثلاث مغنيات، لانه بوتين عنده الاولمبياد الشتوي، وعايز يعني يقول للعالم اهو ان انا يعني بنحاز للحريات. ثلاث مطربات، دي الاغنية اللي دخلتهم السجن، دخلوا السجن بسبب هذه الاغنية. الاغنية تنتقدنا فيها بوتين وسياساته القمعية. بوتين يعني عشان البعض احيانا اللي بيقول لك انتوا انتهاكات حقوق الانسان، هو في هذه القضايا ما عندوش تفاهم، يعني قام بادخال المغنيات للسجن ثم قام بالافراج عنهن قبل الاولمبياد الشتوي اللي هتبدا بعد ايام، علشان يقول للعالم اهو انا بنحاز لحقوق الانسان. من الاخبار المتنوعه هعود تاني لقضايانا المحليه، ونعود لعائلات الشهداء الذين يصنعون صمود الوطن. الشهداء دقوا المسمار الاخير في نعش جماعة الإخوان، احنا سجلنا مع معظم عائلات الشهداء، هم يستحقون أن تكون لهم الكلمة الأولى حتى نكشف إرهاب جماعة الإخوان، وعشان تشوفوا من محافظة لمحافظة الغضب على الإخوان، الشعب يريد إعدام الإخوان. تعالوا نشوف في الشرقية الشهيد محمد صلاح أحد الشهداء الذين سقطوا في انفجار مديرية أمن الدقهلية. محمد كان صاحبي وكان اخو وكان كل حاجه. عايزه ربنا يعوضني، وعايزه تعوض ان ربنا يصبرنا عليه بس، ويصبرنا على الشهداء والجدعان اللي بتروح ضحايا مش لها ذنب ولا لها خطيه. والله ما لهم ذنب ولا خطيه يا ولاد. يا ريت بس الناس ديت حقها يجي. الضحايا والشباب اللي بتروح ببلاش كده واللي بيروحوا مش لهم ذنب ولا خطيه، ده المفروض حقهم يجي. من اللي مش يستحقوا الا الذبح، ويستحقوا الموت، ويستحقوا اشد عقاب. متجوز بقاله شهرين، مرته حامل في شهرين، يرضي ربنا؟ الاسلام قال كده؟ لو الاسلام قال كده كنا احنا كنا كفرنا. لو الاسلام بيقول كده ومنظر ابني نايم كده في العنايه المركزه، مش كنا الناس دي كلها بقت مسلمين؟ انما دول عمرهم ما كانوا مسلمين ابدا. حسبي الله ونعم الوكيل. وانا عملت في عزاء ابن الله عزاء للاخوان، وحق محمد جاي. المشجبات الداخليه، المشجبات القوات المسلحه، احنا هنجيب. انا حامل بس مش حاسه ان هو يعوضني عن محمد ابدا. شوف الدنيا دي كلها عوض يعوضني عنها. أنا بحب من وانا في تاني اعدادي، بحب بجنات 7 سنين، و7 سنين عدى فيهم مشاكل كتير قوي، وبعد كده استحملت وخدت في الاخر، وبعد كده خدوا مني. قول ايه تاني؟ مش عارفة اقعد ولا عيش من غيره. كان بيمشي 10 ايام بيوحشني قوي. هعمل ايه دلوقتي لما مش هشوف عمري كله؟ هعمل ايه؟ حرام حرام والله، ما عملش اي حاجة. الدنيا كلها بتحبه،
كل الشباب وكل الناس الكبار وكل الستات والله كل الدنيا بتحب محمد. ذنبه ايه؟ ذنبه انه طلع يؤدي خدمة وطنية للبلد؟ ذنبه انه واقف بسلاح وانا نايم في بيتي وهو ابن الحلال التاني منه لله نايم في بيته تحت البطانية هو والست بتاعته، وده واقف في الطل ومسك بندقية عشان خاطر يحمينا احنا الكل، اموته؟ ذنبه ايه؟ لا ملوش ذنب. كلام يقطع القلوب. عائلات الشهداء لهم الكلمة الأولى، لكن في كل الأحوال أيها الشهداء ناموا الآن مرتاحين، ناموا الآن مرتاحين، فقد تم الإعلان عن الإخوان جماعة إرهابية، وبالتالي استشهادكم دق المسمار الأخير في نعش جماعة الإخوان. بعد الفاصل يبقى عندنا لقاءات تتعلق بالإخوان جماعة إرهابية، هل هو إعلان فقط ولا إيه بقى الخطوات التي يجب اتباعها؟ كان معنا دكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، وقال وفقا للقانون الدولي أهم خطوة غدا نذهب لمجلس الأمن ونذهب إلى لجنة مكافحة الإرهاب تحديدا ونضع قادة الإخوان على قوائم الإرهاب ونضع جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب. هذه المعارك الدبلوماسية لا يجب أن نستخدم فيها دبلوماسية السلحفاة، مش هينفع البطء الشديد في التعامل مع خطوات مصيرية من هذا النوع، فلنذهب غدا ولنبدأ على الفور في تطبيق كل الخطوات المتعلقة بالإخوان جماعة إرهابية.